وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة المحلل السياسي السوري محمد ياسين النجار. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد، بداية مع الأنباء التي تتحدث عن ارتفاع أعداد القتلى في الغوطة الشرقية، ماذا يهدف النظام من العملية العسكرية على الغوطة؟ الواضح تمام أن نعيش في حالة انهيار إنساني للمنظومة الدولية بشكل كامل. هناك عمليات قصف بشكل مستمر لا تنقطع ليلا ولا نهارا، مئات الشهداء تم استشهدوا خلال الأيام القليلة الماضية، مئات الآلاف من السوريين يرزحون تحت عمليات قصف مستمرة، والمجتمع الدولي يقول أو الأمم المتحدة ترفض أن يكون هناك مبادرة إنسانية لإنقاذ الجرحى والعالقين تحت الأنقاض. لذلك أنا أظن أن منظومة الأمم المتحدة بشكل كامل والدول العربية، الجامعة العربية، كافة المنظومات الدولية لا تبالي بما يحصل للشعب السوري. نحن نعيش أزمة أخلاقية إنسانية وجريمة حرب موصوفة أمام رأي العام ومشهده أمام يشاهده بشكل كامل وخلال على التلفاز وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. لذلك بينما أنا أظن أن هذه الجريمة الإنسانية تفوق ما حصل في الحرب العالمية الثانية عندما طيب كانت وسائل الإعلام لا تستطيع أن تنقل للمشاهد. أستاذ محمد، بشأن هذه المجازر، مجلس الأمن فشل مرة أخرى في إيجاد هدنة لوقف هذه المجازر، كيف يمكن برأيكم وقفها وهنالك ما يدعم النظام ويحارب كل هدنة تحاول الأمم المتحدة أو الدول الصديقة في تفعيلها؟ الواضح تماما أن هناك صمت دولي. العمليات التي تحصل من خلال مجلس الأمن، الفيتو التي المستخدم من قبل الروس يمنع الوصول إلى قرارات دولية، وأيضا المجتمع الدولي لا يساعد السوريين للدفاع عن أنفسهم. يعني أنتم تشاهدون الآن عمليات قتل موصوفة والجميع مجرد عمليات مسرحيات لحضور مجلس الأمن والفيتو الروسي الحاضر. لذلك لا يعقل أننا نعيش في القرن 21 والمؤسسات الدولية صامتة تحرك بعض الأدوات، لكن السوريين يقتلون، وعلى مدار الدقيقة نلاحظ أن هناك شهداء وهناك قتلى في على الأراضي السورية من إدلب إلى الغوطة. طيب، وزير الدفاع الأمريكي صرح بشأن عملية أنه أحبط هجوما لقوات موالية للنظام في دير الزور، يعني إلى أين تذهب علاقة الولايات المتحدة الأمريكية مع ميليشيا سوريا الديمقراطية؟ القوات سوريا الديمقراطية هي أداة يستخدمها الأمريكان كيفما يشاءون وأينما يرغبون، وهي موصفة لدى المعارضة السورية بأنها هي منظمات إرهابية لا تختلف تماما عن داعش، لأنها ذات مشروع انفصالي، أيضا تستخدم مقاتلين من خارج سوريا وتستخدمهم. لذلك ما يحصل في الأراضي دير الزور هو عمليات محافظة على النفوذ الأمريكي في المنطقة شرق الفرات كما يلاحظ الجميع، وقد بنيت هناك عدة قواعد عسكرية أمريكية في تلك المنطقة لحماية تلك القوى. نعم، كان معنا عبر الهاتف من الدوحة المحلل السياسي سوريا سيد محمد ياسين نجار، شكرا جزيلا لك.